الرحمن الرحيم الصلاه لها وقت صلاه الظهر والعصر يبدا وقتهما من الزوال وينتهي بالغروب المغرب والعشاء لهما وقت يبدا من المغرب وينتهي اما عند نصف الليل او الفجر حسب الاختلاف صلاه الصبح لها مبدا وهو طلوع الفجر وينتهي وقتها بطلوع الشمس وقت اوقات هذه الصلوات اوسع من نفس الصلوات يعني صلاة الظهر والعصر والعصر مثلا تحتاجان نفترض الى عشر دقائق اثنتي عشرة دقيقة في حين الوقت ال الذي وضعه الشرع ست او سبع ساعات في خلال هالست او السبع ساعات يأتي بهذه الركعات الثمان مخيرا بين الافراد الطوليه للفريضتين ممكن يصلي من اول الوقت ثمان ركعات ممكن ياخر ربع ساعه ياخر نصف ساعه ساعه ساعتين هذه افراد طوليه الأفضلية مر علينا أنه للظهر إلى ذراعين والعصر من أو على رأي إلى أربعة أذرع والعصر من ذراعين إلى ستة أذرع المغرب الى ان تذهب الحمره المغربيه العشاء الى ان يذهب ثلث الليل الصبح الى ان تظهر الحمره المشرقيه او الى ان تضيء السماء يتجلل الى ان يتجلل الصبح السماء وانت فافراد لا عد لها ولا حصر يمكن تصورها في هذه الفتره مثلا من الظهر الى المغرب اي اي وقت الانسان يجيب الظهر والعصر كيف في خلال هذه الفتره ياتي بهاتين الفريضتين هي هل هاتان الفريضتان لهما افراد عرضيه ممكن ان ياتي بهما في المسجد في المنزل في اي مكان اخر افراد ارضيه في نفس الوقت ممكن ولها افراد طوليه في الساعه الاولى في الساعه الثانيه وهكذا هناك واجبات وقتها بقدرها لا اكثر ولا اقل مثلا الصيام وقته بقدره صوم شهر رمضان بالنسبه للايام من اول الشهر الى اخره ما في تقديم وتاخير وكل يوم من الفجر الى المغرب يعني الصوم ما في في وقته زياده عن الفتره التي تصام في حين الصلاه ليست هكذا وقتها في كل وقت من أوقاتها فيه توسعة هالثمان ركعات ممكن يصليها بأي جزء من هذا الوقت الوقوف بعرفات مثلا واجب وقته بقدره من الظهر مثلا على القول بأنه من الظهر إلى المغرب ما في توسعة في حين الطواف لما الانسان يحرم وياتي الى مكه الطواف فيه توسعه ممكن يجيبه بنفس الوقت بعد ساعه ساعتين السعي كذلك فيه توسعه ال وهكذا هناك واجبات هي بقدر الوقت الذي حدد لها وواجبات فيها توسعه لكن ليست توسعه مفتوحه صلاة الظهر والعصر توسعتها إلى المغرب. المغرب والعشاء إلى نصف الليل أو إلى الفجر وهكذا. هذا بالنسبة للصلاة الأدائية. أما إذا فاتت الصلاة لأي سبب إما لعذر كان نائما مثلا أو نسي الإتيان بها أو تعمد ما صلى عليه ان يقضي هذا القضاء مضيق فورا بمجرد ان فاتت الصلاه والتفت بعد الوقت عليه ان يقوم ويؤديها او موسع هناك راي لكثير من قدماء فقهائنا ان القضاء مضيق وقته مضيق بمعنى انه لا بد من الاتيان بما فات من الصلوات بشكل فوري وسريع حين نفترض واحد خمس سنوات ما صلى عصيانا اليوم تاب على هذا الراي لابد أن يقوم فورا ويبدأ بالقضاء وبشكل حثيث وجاد يصلي يصلي يقضي ما اليوم أسبوع شهر يقضي يقضي, يقضي إلى أن بعد خلص يصير منهك جائع عطشان نعسان تعبان يروح يأكل لقيمات ينام لنص ساعة ساعة ياخذ راحته ويقوم ويشتغل بالقضاء يعني هذه الخمس سنوات يمكن باسبوع يخلصها مثلا على هالطريقه هذا راي يعبر عنه بالمضايقه في القضاء فوريه القضاء وهناك بعض الروايات تدل على هذا المعنى ورد في تفسير قوله تعالى واقم الصلاه لذكري شنو يعني واقم الصلاه لذكري فيها عده احتمالات احد الاحتمالات تذكره الروايه التي مضمونها الصلاه التي فاتتك تقضيها حيثما ذكرتها فاتته صلاه بمجرد ان يتذكرها يقوم وياتي بها حين الصبح اخذه النوم استيقظ والشمس قد طلعت على هذا الراي لا يقول الظهر من يصير الظهر نصلي صلاه الظهر نقضي الصبح لا فورا قم وتوضا واقضها لا تؤخرها ساعه من الزمان لا تؤخرها وهذا الراي احوط اذا الانسان التزم بهذا هذا شيء جيد لكن اليوم كثير من فقهائنا وربما اكثرهم لا يقولون به وانما يرون ان القضاء موسع يجوز للانسان ان ياتي به شيئا فشيئا لكن بطريقه لا تصل الى التفريط له أن يؤخر مقدارا لكن التأخير يكون بشكل لا يؤدي إلى التهاون أو إلى ضياع أو إلى احتمال ضياع هذا التكليف الحين هو موظف وبعد عشرين سنة يطلع من الوظيفة عنده صلوات قضاء يقال له صلي اقضي يقول إن شاء الله بعدين عقب عشرين سنة نطلع تقاعد ونقوم نقضي هذا كلام هذا كلام عشرين سنة تقضي أنت إذا تطلب لك واحد شم دينار ما تخليه عشرين دقيقة يروح تصعد المحاكم وتنزل على شم دينار عشرين سنة بعدين تريد تقضي صلاتك مثلا هذا ما يصير نعم لو فرضنا يقول أنا ما باقي لي بالدوام إلا بعد عشرين يوم بعد شهر راح اخذ تقاعد وما عندي شغل اصلي زين الحين شهر عشرين يوم شغلة معقولة كذلك اذا اراد ان يأتي بالقضاء كثرة التكليف وقلته لها اثر في الكيفية يعني ممكن هو مطلوب سنة مثلا ستة اشهر صلاة يقول انا كل يوم مع الصلاة أدائية أقضي صلاة الصبح أصلي مرتين الظهر مرتين العصر مرتين يعني كل يوم يكون بالنتيجة قضى يوما خلال ستة أشهر خلال سنة يكون خلصها زين أما إذا فاتته, فاتته مثلا عشر سنوات ويريد كل يوم بهالطريقة كل يوم يقضي له صلاة يوم هذه يريد لها عشر سنوات يلا تخلص وهذه مده جدا طويله فيها تفريط فيها تهاون فحسب حسب الكميه يفرغ له يوميه ساعه ساعتين ويشتغل بالقضاء والقضاء يمكن ان تقضى صلاه الليل بالنهار وصلاه النهار في الليل ما ما لها ارتباط بالاوقات يعني يقول انا الان دنيا الليل مثلا أقضي صلاة الظهر؟ إيه؟ اقضي صلاة الظهر بالليل لا مشكلة الآن الظهر العصر أقضي صلاة المغرب مثلا مالت البارحة إيه؟ أقضيها. أقضيها في النهار لكن تقضيها كما فاتتك الجهرية جهرية والإخفاتية إخفاتية الآن بالليل تقضي صلاة الظهر والعصر تأتي بها إخفات غدا صباحا تقضي صلاة المغرب والعشاء تقضيها جهرا من فاتته صلاة فليقضها أو من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته قصرا أو تماما فاتته في السفر وصار يقضيها في الحضر يقضيها قصرا فاتته في الحضر صار يقضيها في السفر يقضيها تماما حسب ما فاتته السؤال هو ان الصلاه المستحبه كما مر علينا يجوز الاتيان بها جلوسا اختيارا حتى للشخص المتمكن من القيام فهل الصلاه القضائيه يمكن ان يؤتى بها جلوسا مع التمكن من القيام الجواب لا هذه صلاه واجبه جامعه لا بد ان تجمع كل الشروط اللازمه في الصلاه الواجبه زين بالاثناء ياتي سؤال احيانا يكون الانسان مريض الان الان هو صلاته الفعليه يؤديها من جلوس مريض ما يقدر لا يمكنه الوقوف هل يمكنه ان يقضي صلوات فائته من جلوس لا ما يمكنه ليش بناء على بناء على ان وقت القضاء موسع وليس مضيقا الصلاه الفعليه لا مناص ما عنده حل يصليها الان وهو جالس مريض لكن القضاء بما ان وقتها موسع يصبر الى ان يتمكن من القيام فياتي بها وهو قائم راكع ساجد هذا اذا اذا كان هناك احتمال ان يتمكن في المستقبل احيانا الانسان مثلا مسوي عمليه كذا الان لا يمكنه القيام لكن ممكن يحتمل بعد اسبوع بعد شهر يتمكن فيؤخر القضاء وتاره لا لكبر سنه مثلا الان هو كبير تعبان ما يقدر يوقف شنو يعني يتوقع انه يرجع شباب مثلا ويقوم يوقف خلص الان هذه الوصول الى اردل العمر وما فيها مشكله ترى لا واحد يضيق خلقه يقول شيبنا اي شيبنا زين هو هذه سنه الحياه وهو المطلوب وهو المطلوب ومن قال الشباب احسن من الشيخوخه منو قال الكثر ينقال دائما الشباب ويحاكون الشباب وراحوا الشباب واجوا الشباب، منو قال هذا الزين؟ والشياب ايش فيهم يعني؟ فتره الشباب من أسوأ فترات العمر، ذاك الشاعر يقول: لم اقل للشباب في دعة الله، ما قلت ما قلت في امان الله، لا ولا حفظه غدا تولى زائر زارنا أقام قليلاً سود الصحف بالذنوب وولى هو هذا الشباب غالباً مو دائماً طبعاً في شباب مؤمنون أخيار يعني هذه الفكرة هم يكون يطلعوها من الأذهان أنه لهم ميزة لا ما لهم ميزة منو قال الروايات تعطي لكبر السن ميزة وهذا الهم ما يعني انتقاص بذاك الطرف لكن كبر السن له ميزته وله فضله أما أن يروح واحد يحلق لحيته أنا قلت الواحد قلت أنت ليش حالق لحيتك قال مو لحيتي بيضة وإذا لحيتك بيضة يعني يخجل يخجل أنه يشوفوها بيضة وش فيها يعني لحيتك بيضة الحين الصبغ يصبغها مرة يصبغها للأجر للثواب هم لا بأس أما يصبغها حتى يطلع شاب لا هذا شي هو مبين صبغها لو ما صبغها مبين ما علينا تعدنا على الموضوع فعموما هذا اللي يحتمل أنه في مستقبل الأيام يتحسن وضع يتحسن وضعه يأخر صلاة القضاء إلى ذاك الوقت أما إذا كان يدري أن وضعه إلى سفال إلى نزول مرور الأيام والليالي ما فيها بعد صعده حينئذ يصلي القضاء ولو كان جالسا بالطريقه التي يتمكن منها. لو ان شخصا كان يصلي سنوات طويله كان ملتزما ثم اكتشف السؤال هالشكل اكتشف ان صلاته غلط. هذه كلمه غلط كلمه مبهمه يعني احيانا يكون هناك غلط في الصلاه لا يؤثر لا يسبب بطلانها كما اذا كان الخطا مرتبطا باجزاء ليست من الاركان اجزاء غير ركنيه مثلا كان يشتبه شويه في القراءه من دون تقصير وما شاكلها اما اذا كان الخطا خطا مبطلا للصلاه اما طهارته ما كانت صحيحه او كان يترك بعض الاركان مثلا تكبيره الاحرام احيانا هالشكل اشياء توجد يسال يقول انا اجيب الاقامه احد المؤمنين كان يقول انا اجيب الاقامه للصلاه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله إلى أن يوصل الآخر شيء لا إله إلا الله يقول أقول وراها بسم الله الرحمن الرحيم ما يكبر تكبيرة الإحرام ليش ما تكبر؟ يقول مو قبلها قلت شم مرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وبأول الإقامة هم قلت مرتين الله أكبر يشوف بعد شم مرة يكررها هو هالشكل مفترض مو متعمد ما يدري زين هذا صلاته صحيحة لا مو صحيحة لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة وقد فوته. عموما بناء على أن القضاء موسع بناء على التوسعة وهو الرأي السائد اليوم عند فقهائنا لعل كل فقهائنا اليوم أو أكثرهم يقولون أن القضاء موسع وليس مضيقا لكن موسع بشكل معقول قلت لا يقول موسع بعد كذا سنه ابدا في القضاء بشكل معقول منشا الاختلاف الروايات روايات تدل على التوسعه روايات تدل على التضييق وحينئذ يصير كلام كيف يجمع بينها ممكن يقال مثلا احد وجوه الجمع روايتين افرضوا مثلا واحده تقول فورا قم صلي مثل هاي الرواية اللي قبل شوية قلتها أقم الصلاة لذكري متى ما ذكرتها أتيت بها رواية ثانية تقول على راحتك مثلا تقدر بعدين فتحمل هذه الرواية الأولى على الأفضلية أنه الأفضل أن يبادر وليس إلزاما نعم الخشوع في الصلاة شيء حسن ومطلوب ومرغوب فيه لكنه ليس من الامور الالزاميه، الحين لو فرضنا واحد صلى وفكره بغير مكان، اغلب الناس هالشكل، الاغلبيه الساحقه الماحقه من يصلون الحين شويه من الصلاه ربعها عشرها سدسها يكون فكره يم الصلاه ولا غالبا فكره مشغول في قضاياه الدنيويه. هذا ياثر على صلاته؟ لا ما ياثر. بناء بناء على انه يقول انا الحين لو اصلي بشكل سريع اريد اقضي فكري قد يكون غير خاشع غير ملتفت ابادر وااتي بها بشكل فوري حتى لو لم اكن خاشعا احسن او اخرها لا بادر بادر لان الخشوع امر حسن وليس الزاميا في حين المبادره هناك رأي باللزوم فيها وهي أحوط بناء على هذا الكلام عقب ما هذا الكلام تم أن القضاء موسع يجوز للإنسان أن يتنفل وعليه صلوات واجبة يقول أنا علي صلوات قضاء وأحب أن أصلي بعض النوافل المستحبات يجوز بناء على التوسعة قلت اليوم الرأي السائد أنه موسع يجوز تنفل أو دير بالك على القضاء لا تترك استمر على القضاء ويجوز لك التنفل أيهما أولى أن يبادر إلى القضاء أو أن يتنفل أن يبادر إلى القضاء هذا واجب هذا واجب الإنسان يحاول أن يؤدي الواجب ويتخلص أولى من أن ياتي بالمستحبات لو سوى بعض المستحبات ما في اشكال زين ماشي حين ممكن واحد عليه حقوق شرعيه كفارات رد مظالم خمس زكاه اي شيء حقوق شرعيه بالاثناء يعطي صدقات يسوي مجالس كذا مجالس حسينيه يروح للزياره يصل ارحامه زين هذا خوش عمل هذا عمل حسن وفيه أجر لكن لو بادر إلى أداء الواجبات فذاك مقدم حتى الواجبات المالية الموسعة مثلا الكفارة رايح للعمرة للحاج وقاعد بسيارة مسقوفة الحين عليه ذبيحة واجبة هذه الذبيحة لكن ليست فورية يقول الذبيحة نذبحها بعد ستة أشهر لا لا مشكلة الان يقوم يعطي صدقات يعطي كذا لو بادر الى اداء الواجب فهو اولى، لكن هذا لا يعني ان اعطاءه للصدقات وللخيرات ليس في محله، هذا هم في محله. عموما يجوز للانسان الذي عليه صلوات قضائيه ان يتنفل يجوز له بشرط لا يؤثر ذلك على تأخير يعني على اتيان القضاء لفترات لفترات طويلة وصلى الله على محمد الله